جاءتنا من المغرب العربي لفتاة ذكرت عن نفسها أنها كانت تائهة كافرة لا تعرف الله تشرب الخمر، وصفت أنفسها نفسها بأبشع الأوصاف، تقول بأنها اهتزت عندما سمعت مقطعا في إذاعة القرآن الكريم عن المرأة والسوق. كان هذا المقطع موجود في المجلة الإسلامية، هذه الصفحة من المجلة الإسلامية كنت أقدمها أنا والزميل حمد الدريهم، هذه الصفحة من المجلة الإسلامية تعدها لنا فتاة من مكة المكرمة، وكانت تبعث كل أسبوع رسالة مطبوعة بالكمبيوتر بأجمل الأشكال ونقدمها قراءة في المجلة الإسلامية. سمعت هذه الفتاة من المغرب هذا المقطع فتأثرت تأثرا كبيرا، وبعثت لنا بالرسالة تقول أنا لا أريد منكم شيء، لا تعتقدوا أني أبغى فلوس ولا كتب، أنا أريد منكم شيئين، الدعاء في جوف الليل وماء زمزم لأروي به ظمأي من سنوات من العهر والفساد والكفر الذي كنت فيه. هي واحدة من الداعيات الآن. تعجبت أكثر عندما علمت بقصة أخرى، ومجموعة من أو اقتراح قدم إلى إذاعة القرآن أن نخصص مجلة اسمها مجلة المرأة وتتولى إعدادها امرأة، فتكفلت بأن تكون المعدة لها هي ابنة أختي، فقامت بإعداد مجلة المرأة لأكثر من سنتين وقدمها مجموعة من الزملاء. ذكرت لها أنني كنت أعرف فتاة من مكة تراسلنا بأجمل المراسلات وأدعوك إلى التعاون معها، وأذكر أن بعض الرسائل كنت أحتفظ بها فدفعت الرسالة إلى ابنة أختي. بعد مدة قالت لي: يا خالي هل تعرف فلانة التي كانت في مكة؟ قلت: لا. قالت: هل تصدق أنها مشلولة لا يتحرك فيها إلا الرأس؟ فاستعجبت أشد العجب، كيف عرفت هذا؟ قالت: كنت أحدثها فسقطت سماعة الهاتف فكانت تنادي أسماء 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 تعالي، ومكثت مدة حتى جاءت أسماء وأعادت سماعة الهاتف إلى رأسها تضعها على كتفها. تقول: فسألتها كيف تقومين بالكتابة والبحث والإعداد لهذه المادة؟ قالت: أستخدم أطراف رجلي اليمنى فهي التي تتحرك وتتعامل مع الماوس بها. يا إخوان، هذه الفتاة تابع على يدها المئات والله تعالى أعلم. إذا كانت امرأة في المغرب تأثرت بها.